رسالة فخامة رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة كانت قوية أمس، كانت قوية وهي تفتتح الأسبوع الوطني 18 للقرآن الكريم، لأنها تناولت بشكل صريح ما يحدث اليوم في العالم الإسلامي من إرادة، بعضها نابع من حقد وبعضها نابع من جهل في تشويه صورة الإسلام، تشويه صورة الإسلام باتهامه بأنه دين الفوضى ودين القتل والتشريد وأنه دين العنف وبث الكراهية. طيب، فخامة رئيس الجمهورية كان صريحا لأنه استنهض الأئمة وأصحاب الرأي لأن يقوموا بأن يضطلعوا بدورهم. إن غياب العالم عن الفضاء، إن غياب الإمام الكفء عن ساحة الحوار، هو الذي دفع بأدعياء لأن يحتلوا هذه الساحة وبأن يقدموا الإسلام بصورة مشوهة. علينا أن نشعل فوانيسنا وأن نشعل أنوارنا وأن نشعل شمسنا، شمس محمد عليه الصلاة والسلام، بأن نعيد من جديد الفرحة إلى المجتمع.